مشروع لا عقل مخرج بلاش على غير الشانطي المهم رجلنت كل شيء وهذه بنون كان زباله في جديد وليني ما كان استغلال الناس زعما المشاكل هكا وتغيماني يعني خصص لي مويان المجلس هاد يوسين اللي خصص يدير ميزانيه و 150 مليون على اساس كوزكواز على اساس تخدم يعني تموت شو راسي خص تراك تما كان البنو خصص شنو شنو الامكانيات والواقع هو هذا الكنياشو لو سيخدي المدينه 9 ونص 10 وسيخدي لا عليك هو لا يعني يا كو ماشي على الواسع شحال يا غير يمدوكالين ولا تنقول لا خطاب ولا انا نسنيك ولا اني ملانك واخا هالبومبي واخا هما رشيد سامحي هذيك سامحي تيرا تكمل لا سي ولكم شي سي ولكم خفيت النساء سي ولا هما رشيد نعم واحد الكلمه اخويا ملي هاد الشركه اين شركة اسمح لي هاد الشركة اللي قد قلت لك تهضر على الشركة لا 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 وما يمكن تهضر على البلدية لا غير باش نتفاهموا راه سارتي سين مش الحال حيت الشركة وسال الكاميونات شو غير سنا هما العلاقة كلها التجمود ماشي دين سن هادشي راه لا يتبعي الجماعين البلدية اما الشركة راه شاد يعني المارشي غير كتجمع الكرفي في المدينة حتى سات خاتو خودة اما موليدي الشركة لا ثومز تجمود دا تاثر شو دا تاثر يوسف هذا يوسف هذا علام الخدام خدام عساس هنايا شنو كيدير شكون ندخلو اللي تابعين البلديه عساس فوالا عساس يغي يتيليزا على النسين اللي يتابع ينعاش موليدي الشركه اوزون دافونز مثلا تجمود تتفير توني الاوزون تتفير اداره نزل سكتي سما كدا حيت الشركه النظافه شو ما عندها حتى علاقه وما خويا غا سكتي سيني من المال وما بغيتش مرحبا مثل مازال اييه ذا خموج وعلي وبوه سيد ابراهيم ما تخدم في وسكيد اوزون ما يدير البلديه البلديه وما وليد اوزون شو اللي دازك ما غير دازك وسكيك توزن بيك توزن البلديه اييه البلديه غير شنو تدخل استعجاليه مثلا مريد اللي تسخسيات كسايا غير غير شنو حاجتك مثلا شنو السؤال كاين وما وسيخ ديال غير القايد القايد وحداث لكن لان المسؤوليه يعني ما يمكنش الكاميونات هذا حبسن ما يمكنش حيت القايد لا يستنايا واخ ولاني الا غايد القايد انا ولد المنطقه وجاي على اساس هذا الصوت ديالكم وهذه المشاكل هذه كامله كما هي محطوطه غادي نوصلها للرئيس وهذو العضو اللي شاد هذه المسؤوليه هذه ماشي انا ما غنزيد ما غنقص والمشكل كني لا نستني ذا هما لا نستني بان هذو اللي الحلول لا يعني انا نتقول يا نزار خصها امان مزيان كني لا نستني واخا البوليديه وصل طروشه شحال خصها تعاد ويا نزار ما بقاش كيكتب لا 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 عاد ديال الشتاء ولا كنسناو دابا العشطه تفليكم العافيه واخا ما يمكنني انا انا مدري واحد 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 راه جينا هنا باش نلقاو الحل الدخان واش البلديه تقدر توصل حنا ما جينا حتى نديرو حتى شي حاجه حنا جينا على الزميل هذا الدخان هذا شي حاجه قريبه شي حاجه باش حنا هذا يجيب واسنيه ما عارفين اش غيدير واخا هي تيني زواسا وين ما خفيك سوال خاد 150 مليون اللي درنا واحد الرصيد على اساس الاستغلال ديال المطرح من بينها غيكونوا هاد الماطيرين واش بالله عليك دابا الفلوس دابا في الجماعات كاملين واش محطوطه راه كاين اجراءات راه كاين اجراءات ما تخلاش معاك حنا في هاد الوقت ما تخلاش معاك في واش داكشي كاين عندها واش تخلاش هذا خدمتك انت حنا شوفوا لنا الحل هاد الدخاخن سالينا ما غندخلوش معاكم في التفاصيل هادشي ديالكم انتوما جيبوش الطياره جيبوش الشتا كري والماء جيبو الواد هذا الشغل ديالكم اي جاي لك خالد حنا ضربنا بهادشي الناس كيجيو يستثمروا في البلاد ديالنا باش حنا نعيشوا معاهم كيهربوا كيبقاو هاد الزباله كيهربوا حنا المنصر حنا الفرشه المائيه الضرات جينا في السيوله صح سالات شنو جينا عرفوا هادشي صح حنا ملي جينا وقفنا الكاميوات هنايا غير باش يوصل الصوت ديالنا لان حنا درنا مراسلات وشكايات ما كاتينيني مازي غن المنغاز ما كاينش اللي يهضر معانا درنا مراسلات وراه السيد ديالكم اللي مكلف بالاداره تما راه مشيت عنده حتى هو رفض يشد مني الشكايه قال لك اودي انا لا فين لا بلاتي الشكايه فين درتيها اخويا غير باش بالضبط باش نفهمك وضعتها في العماله اييه دائره خميسات وضعتها في المجلس البلدي في القياده لا فوقاش جماعه اسبوع هذه باش توضع الشكايه اسبوع هذه الخميس الفايته
مشيت عند السيد اللي مكلف بالشركه اوزون اللي جهه السوق تمايا وضعت راه مشيت عنده الى جا السيد داك الدري باللحيه ما عرفتش سميه باللحيه سي محمد شنو قال لك اخويا قال لك اودي ما نقدرش نشد منك الشكايه حنا مفوضين حنا دابا شوف غير الله يجزيك بخير حنا راه ما تنقولكش نتوما غتلقاو لنا الحل حنا عارفين هذا المطرح هذا فيه مجموعه الشركاء كاين الشركه كاين البلديه كاين كاين الجماعه اللي وقع في التراب ديالها كاين حنا ملي جينا وقفنا هنا وقفنا الكاميوات راه ماشي ضد انه يدخلوا حنا عارفين هضره ملك خاص ديالهم غادي يدخلوا غادي خويا حنا غير باش الصوت ديالنا يوصل ويجيو عندنا مسؤولين اول مسؤولين جا عندنا السيد القايد وصل لكم الميساج انا ربما كون عيط لكم السيد غادي تجيو نتوما لا الحمد لله شكون لك غير خليني نكملوا غير خليني نكملوا هذا نعم حنا ملي تنقول لكم نتوما حنا عارفين ما عندكمش نتوما سلطه ما عندكمش كيفاش غديروا الدفيو لانكم نتوما مفوضين غير باش تجمعوا الكرفي وتجيو تخويا هنايا المطرح مكلفه به الجماعه الخميسات هي المسؤوله على المطرح نعم حنا دابا نتوما كشركه اللي تتوصل الخبز لهنايا تتوصل الكرفي لهنايا حتى باش نكلو الخبز للكرفي حنا بغينا داك الميساج يوصل للجماعه الخميسات باش تجي هي كشريك يمكن يا اخي مازال ما فهمتيش هذا راه من البلديه انا راه الجماعه الجماعه تبع الجماعه وي واش فهمتيني داكشي علاش بيا قلت لكم اودي الشركه انا صحيت من الشركه ديال لا لا لا, لا. انا البلد انا عيط لي السيد القايد قال لك فوالا شنو كاين وانا هادشي كي راه جيت مع العشرة وراه في خباري الميساج البارح المراقب راه هو سميتو ديال المراقب راه البارح كان عندك الخبر بان راه دايره الهضره الناس راه مضرين راه هادي الدخان وهادشي راه قلت لكم بان لله نمدوك الينو ناني بان يا قول اخدي طاولة على المحل هذا ايوا سنين ماشي زعما ايوا انا ندير انا فحال الحل قويا كيا واخا ومحمد نداد غادي دو بزاف